تبادل الأسرى. لا ما هو كده، ما هو مؤكد الاستاذ مرتضى مع وزير الداخليه اتفق على هذا. بس الشعب الياباني ده شعب غريب قوي. معاك حسام البدري ما دام جبت لي سيره اليابان. كابتن حسام اهلا بيك. اهلا استاذ ابراهيم. كابتن عادل ازاي؟ كابتن عادل اهلا يا حسام، ازاي يا كابتن؟ وحشنا وبالتوفيق ان شاء الله. شهدت بهذا ابراهيم قبل ما تقول اي حاجه. اتفضل يعني علي صوتك، بس علي صوتك. بقول لك انت يا استاذ ابراهيم عاوز شهدك شهاده قبل ما تخش في اي حاجه. لا اتفضل. دلوقتي انت كنت شاهد عيان يعني على الجلسات اللي كانت بتتم في اليابان بينا وفي اوضه الكابتن عادل القيعي في صالون القيعي. اه تمام. وكنا نقعد لغايه الفجر مع بعض انا وانت وهو. ايوه. وكميه الحوارات والضحك والمناقشات صحيح. وانا طبعا كنت بزوغ منه في حاجات لما بيعوز يسالني على حاجات. الشعب الياباني ده شعب غريب. ايوه. بس كنا بنضحك كتير قوي. صح؟ طبعا طبعا. طب يبقى ليه كابتن عادل كمان يقول لي ابتسم يا حسام؟ ابتسم يا حسام. استنى استنى. طب اسمع يا حسام، انت قلتها. انا بقول لك ابتسم لاني عارف انك انت راجل دمك خفيف وبتحب الهزار. والناس ابتدت تقول لي وليه كده عامل كده مكشر ومتضايق وبتاع؟ قلت لهم لا، واخد راجل جاد في عمله. فقلت انصحك على الهوا. فالظاهر بقى ان الناس خدتها امبارح. افتن امبارح انت حصل ايه ولا يعني بعتني على الهوا يعني فضحتني. على اي حال كابتن حسام. ايوه كابتن حسام. ابتسم انت في الاهلي. ان شاء الله باذن الله. وهتبتسم. ده انت مش هتبتسم، ده انت باذن الله هتبتسم وتخلي مصر كلها تبتسم.